عاجل الجيش السوداني يطالب بمحاسبة المشككين بتحركاته على الحدود مع إثيوبيا، وتفاصيل إرسال مصر مساعدات عاجلة إلى تونس، وننشر لحضراتكم دور الجزائر في قضية سد النهضة بالتفاصيل. وفي خبر خطير، مسؤول إثيوبي: حققنا انتصارا دبلوماسيا في مجلس الأمن، والسودان ومصر يضللان العالم. ورد ناري من الرئاسة المصرية على مفتي إثيوبيا بعد الهجوم على مصر. وننشر لحضراتكم مستجدات متحور الوباء دلتا بلس الخطير في مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل: الجيش السوداني يطالب بمحاسبة المشككين بتحركاته على الحدود مع إثيوبيا. طالب الجيش السوداني بمحاسبة كل من يشكك في تحركاته الرامية إلى الدفاع عن حدود الدولة، وخصوصا في منطقة الفشقة عند حدود إثيوبيا وإريتريا. وشدد الجيش في بيان نشر الجمعة على صفحته الرسمية في فيسبوك على أن من يقول إن المؤسسة العسكرية في السودان تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يريد أن يظهر للعامة أن أكبر مؤسسة قومية وطنية قد تهاوت أركانها وتصدعت أساسها التي بنيت عليها، كما يريد أن يظهر أيضا ضعفها وعدم قدرتها على التصدي لكافة أشكال التحديات داخليا وخارجيا. البيان أشار أن القوات المسلحة كانت وستظل رمز العزة والكرامة الوطنية رغم كيد الأعداء، وستظل الدرع الواقي للأمة السودانية حاضرا ومستقبلا. أضاف أنه لا يمكن وصف أن من يزعم أن القوات المسلحة تحتاج لمن يذكرها بأوجب واجباتها إلا بأنه جاهل ويتجاهل عمدا الأدوار التي ظلت وما زالت تقدمها هذه المؤسسة العريقة. وذكر البيان أن من يدعي وجود تقاطعات تحول بين قوات المسلحة وبين إتمام عملية السلام ودمج قوات الحركات الموقعة عليه، إنما يريد زرع الفتنة وإشاعة الشعور الذي يساويه انعدام الثقة التي هي أساس الاتفاق والعمود الفقري. البيان شدد أن حراسة الحدود والدفاع عن الوطن والمواطن هي من واجبات القوات المسلحة الرئيسية، ومن يشكك في مقدراتها على ذلك إنما يسعى للإساءة الواضحة وغير المقبولة، وذلك مما يستوجب المحاسبة الرادعة والفورية. وجاء هذا البيان على الأرجح ردا على تصريحات المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني أمجد فريد، الذي انتقد مؤخرا في مقابلة إذاعية تحرك الجيش لاسترداد أراضي الفشقة من إثيوبيا بلا قرار سياسي، وطلبه باسترداد مثلث حلايب التي تسيطر عليها مصر منذ عام 94. المصدر معانا كان من RT وبعض الأخبار السودان. يعني نفهم من هذا البيان إن الجيش السوداني يعني يحاول استرداد أرض الفشقة اللي بتستولى عليها إثيوبيا. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا نكمل الأخبار مع بعض، ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، و ننشر لحضراتكم دور الجزائر في قضية سد النهضة بالتفاصيل. أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري الجديد، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مختلف أطرها بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيها الشقيقين. وأضاف أن الوزيرين تطرقا إلى المستجدات على الساحة الليبية وكذلك تطورات قضية سد النهضة، إضافة على تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع الإقليمية وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعبها في الاستقرار والنماء. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي خبر خطير، مسؤول إثيوبي: حققنا انتصارا دبلوماسيا في مجلس الأمن،
والسودان ومصر يضللان العالم. أعلن مسؤول إثيوبي عن ضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لإتمام بناء سد النهضة، محملا مصر والسودان المسؤولية عن تضليل المجتمع الدولي بخصوص هذا المشروع الإثيوبي. المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة أشار في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية إلى ضرورة تنفيذ أعمال بناء سد النهضة بشكل منظم ومنسق. أضاف أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي دعم التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. ولفت المسؤول إلى أن مجلس الأمن الدولي لعب دورا إيجابيا من خلال التعبير عن دعمه للمفاوضات الحالية تحت رعاية إفريقيا، واصفا ذلك انتصارا دبلوماسيا لإثيوبيا. وقال إن مصر والسودان يضللان المجتمع الدولي لمنع إثيوبيا من كسب الدعم المناسب. شدد على إن حكومة إثيوبيا ودبلوماسيها وجاليتها في الخارج يبذلون كل ما بوسعهم من الجهود للتصدي لهذا التأثير السلبي. وجدد المسؤول الموقف الإثيوبي القاضي بأن عملية بناء وملء السد تنفذ بالتوافق مع إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة عام 2015، ولذلك من المعروف أنها لن تلحق أي ضرر بمصر والسودان. المصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية. طبعا يعني هنا بنشوف كذب مسؤول إثيوبي. إعلان المبادئ يعني بينص على عدم إثيوبيا ملء خزان سد النهضة إلا بالرجوع لمصر والسودان، وهذا الأمر لم يحدث في الملء الأول والآن لم يحدث في الملء الثاني. ننتقل مع بعض الخبر آخر. رد ناري من الرئاسة المصرية على مفتي إثيوبيا بعد الهجوم على مصر. رد مستشار الرئيس السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري على مفتي إثيوبيا بعد هجومه على مصر وقوله إن إثيوبيا عادلة منذ الملك النجاشي. الأزهري كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها: مضى زمن النجاش الذي لا يظلم عنده أحد، تظلم فيه إثيوبيا 100 مليون أحد في مصر و40 مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه. وتابع: أصدر مفتي إثيوبيا الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبية بيانا خلاصته أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة، إلى أن يقول: نحن في بلد الملك النجاشي ملك العادل، والعدالة ما زالت في بلدنا إثيوبيا إلى يومنا هذا. وواصل الأزهري: وتعقيبا على هذا أقول عدد المسلمين في إثيوبيا 33%، وإذا لم يتخذ فضيلة المفتي هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في إثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه. ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش العقول، حيث أن فضيلة المفتي الإثيوبي يقول إن إثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضرر يؤدي إلى هلاك الملايين منا، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها، فلا يحق لأي طرف أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق. مصدر معانا كان من RT، وهذا كان بيان طالع من مستشار الرئيس السيسي للشؤون الدينية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل إرسال مصر مساعدات عاجلة إلى تونس. طبعا دور تونس في مجلس الأمن كان مشرف جدا بالنسبة لمصر، وكان التنسيق المصري التونسي كان على أعلى درجة. أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه بمساندة دولة تونس طبيا بعد إعلانها عجز القطاع الطبي في مواجهة الوباء. وفي تصريحات متلفزة أوضحت الوزيرة مساء الجمعة أن شاحنتين بمستلزمات يصل حجمها ل 31 طنا من الأدوية والمعدات الطبية تم إرسالها إلى تونس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأضافت زايد أنها أجرت زيارة إلى السودان ودولة جنوب السودان برفقة وفد مكون من 4 طائرات مجهزة بوسائل الرعاية المركزة ومستلزمات علاج أعراض الوباء
وأشارت وزيرة الصحة أنها اتفقت مع نظيرها السوداني على إعداد برامج وقائية مشتركة وحملات ضد شلل الأطفال، فضلاً عن تسيير قوافل طبية بداية من الشهر المقبل وتقديم منح دراسية للطلاب السودانيين الراغبين في الحصول على الزمالة المصرية. يعني إحنا خلصنا تونس ودخلنا في جنوب السودان. وأوضحت أن تسيير قوافل لعلاج الرمض بجنوب السودان خلال 3 أيام أشارت إلى محبة دولة جنوب السودان لمصر وثقة سكانها في الخدمة الطبية التي تقدمها مصر. لهذا تم الاتفاق على إرسال بعثات لتدريب الكوادر الطبية لمدة شهر أو شهرين. وأكدت أنه تم الاتفاق على خطة سنوية لتطوير القطاع الطبي بدولة جنوب السودان وتوفير احتياجاته بشكل دائم. وضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متكررة لجوبا. مصدر معانا كان من صحيفة الشروق، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا مصر يعني كبيرة جدا عشان تساعد تونس وجنوب السودان في الأزمة اللي هم بيعدوا فيها دلوقتي. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر لحضراتكم مستجدات متحور الوباء دلتا بلس. وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أكدت أن الوضع الوبائي في مصر آمن مع انخفاض الإصابات، لافتة إلى عدم رصد وجود لمتحور دلتا بلس في مصر. وفي مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أشارت هالة زايد إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد وجود لمتحور دلتا بلس في مصر. وأضافت عدم ظهور متحور دلتا في مصر لا يعني أنه لن يدخل البلاد، كونه دخل أكثر من 100 دولة في العالم، ولكننا نقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأخير وصوله حتى يتم التعامل معه بشكل قوي، ومن المتوقع والوارد ظهور متحورات جديدة للوباء. مصدر معانا كامل صحيفة مصراوي. إن شاء الله يعني مصر تكون خالية من هذا الوباء يعني السيء اللي يعني عطل حاجات كتير جدا وأثر على الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي. إن شاء الله ربنا يرفع عننا البلاء والوباء ويخرجنا من هذا الوباء على خير بإذن الله، وربنا يعافينا ويبعد عننا المرض بإذن الله جميعا. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام الأمير. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.